مساء الخير يا جماعة، هنتكلم هنا دلوقتي. بدأنا في الأسبوع الثالث، هنبدأ نتكلم بقى على اتجاهات الأسهم بالتفصيل. هنبدأ نتكلم على الاستراتيجيات اللي بنتبعها مع كل سهم والاستراتيجيات المناسبة دي أو الأفضل بالنسبة دي. برضو احنا لسه ما زلنا في مادة طبعا تحليل فني. بدأنا ان احنا خلاص اتعرفنا على سلوك الدببة والتيران، بمعنى أصح اتعرفنا على سلوك البائعين والمشترين خلاص، وبدأنا نحدد اتجاهات الأسهم. عرفنا ان السهم لو اخضر لازم يكون السهم ده صاعد او بيطلع، وبالتالي الاسعار بتاعته بتزيد. لو السهم ده احمر يبقى ده معناه ان الاسعار بتاعته طبعا هنبدا المحاضره الاولى اهي في الاسبوع، لسه الفصل الرابع، وبتنقسم خطوط اتجاه السوق الى، احنا تعرفنا ان انا عندي خط الاتجاه الصاعد وخط الاتجاه الهابط وخط الايه الجانبي او الافقي اللي هو سايد وايز. تمام، بعد كده الشكل ده هو اللي يترسم. او الشكل ده اللي لسه ظاهر حالا، تمام، اللي هو الاخضر في اسود في احمر في اورنج ده، لكن الاخضر لوحده لا، دي علامة توضيحية. بعد كده الاتجاه الهابط برضو هيتم تناوله من خلال التعريف، هيتم تناوله من خلال الشكل، هيتم تناوله من خلال الاستراتيجية المناسبة. الاتجاه الهابط عندي خلي بالك بيبقى اسمه داون ترند، بيبقى فيه تدني في المرتفعات، يعني كل رقم اعلى رقم وصلت له عمال يقل، وادنى رقم وصلت له برضو عمال يقل، فبيبقى lower highs and lower lows. خلي بالك لازم تحفظها لي، lower highs and lower lows، وهذا يعني ان اخر قمه، اخر قمه وصل لها، اخر سعر عالي وصل له هو ادنى من اللي قبله، وأدنى سعر وصله هو أدنى من اللي قبله بما يشبه درجات السلم الهابطة. فبيبدأ يشوف، بص الشكل نازل، هتلاقي الهاي اللي هي أهي اللي هي ال اتش هتلاقيها عمالة تقل أهي، تقل نازلة، واللو بتقل. دي برضو حضرتك تقدر ترسمها لي، أنا أقدر أطلب استراتيجية الاستثمار المناسبة لاتجاه السوق اللي هو الهابط. خلال الاتجاه الرئيسي الهابط حضرتك بتقدر الاستراتيجية الأساسية، خلي بالك بيبقى عندي واحدة أساسية وواحدة تقدر تستخدمها عادي أو مترتبة عليها، يعني الأساسية هناك كانت الشراء بكثافة. الأساسية في الهابط هي عبارة عن إيه؟ قال لك تخفيض المخاطر التي يتم التعرض إليها، وإحنا قلنا تخفيض المخاطر بيبقى عن طريق إيه؟ الدايفرسيفيكيشن أو عن طريق التنويع، إن أنت تنوع ما بين الأسهم. إذا حدثت التصحيحات، يعني أنت السهم هنا عمال يهبط، فلما يصحح مساره يبقى بيعلى، يبقى بيرتفع، تقدر تستخدمها عشان تبيع الأسهم بتاعتك، ما تشتريش تاني، لأن هو بيصحح مساره هيرجع تاني. الاستراتيجية الأساسية إن أنت تخفض المخاطر أو إن أنا أعمل دايفرسيفيكيشن عن طريق التنويع. إذا حدث تصحيح فالسعر بيرتفع، تبدأ حضرتك إن أنت تعمل بيع للأسهم وما تعمل لها الشراء. اهو السهم بينزل فالسهم احمر. بعد كده الاتجاه الافقي او الجانبي برضو بنقدر ان احنا ده بيكون الشكل بتاعه، وبرضو هيتم تناوله من خلال التعريف ومن خلال الاستراتيجيات المناسبه ليه ومن خلال الشكل بتاعه. بيبدا ان هو بتلاقيه ما بين محورين، يعني فاهم، هما مش متساويين، او الهاي مش جنب بعض واللو مش جنب بعض، بس الى حد ما بيبقى ماشي في اتجاه بنوع بيسموه سيمتريك، يعني متماثل، يعني ما بيطلعش كتير وما بينزلش كتير، يعني ولا سلم صاعد فبالتالي اتجاه صاعد، ولا بالتالي سلم هابط. تمام، ادي الاتجاه. وكده نكون خلصنا المحاضرة الأولى في الأسبوع الثالث، وإن شاء الله هنكمل الاتجاهات دي أو بالأخص الاتجاه الأفقي في الأسبوع اللي جاي ده، أو في المحاضرة اللي جاية اللي هي الثانية في الأسبوع الثالث. ميرسي جدا لحسن استماعكم، سميرة علام.